بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقه جديده من شي جديد. بهيدي الفقره اسمحوا لي رحب بضيفتي اخصائيه تغذيه ومدربه صحه رولا غدار. اهلا وسهلا فيك معنا. اهلا فيكي لارا. تمام ايش الحال؟ الحمد لله. يعني نحن بلشنا الحلقه تحت الهواء وحكينا كلها بس المهم نحن تحت هيك عنوان عريض اللي هي هيلثي هابي اس، يعني احلى عنوان واحلى تايتل للمركز عندكم رولا، لانه بعتقد دائما هيك بتعطوا الروح الايجابيه والبسمه على وجوه كل الاشخاص اللي بيتوجهوا لعندكم، وبعتقد الصحه مع البحث والتدقيق هي اهم شيء بهيدي الحياه. فاليوم هيك لنكون هيلثي وهابي معنا المشاهدين يكونوا هالقد مرتاحين، قررنا نكون عم نحكي عن الكوليسترول، وبعتقد حتى تحت الهواء حكينا قديش في ظاهره مش طبيعيه للكوليسترول، والاشخاص كثير عم بيعانوا من هيدي الحاله خلينا نقول، فخلينا نعرف المشاهدين اليوم كثير في معلومات، يعني بدي انصحهم يضلوا لاخر هيدي الفقره، لانه في معلومات كثير حلوه ومميزه وجديده، وبنفس الوقت انه يقدروا يغذوا حالهم باكل صحي ليتجنبوا قد ما فيهم طبعا مع استشارة الطبيب ويبطلوا ياخذوا الدواء، يعني لهالقد الصحة والغذاء بتريحنا من الأدوية كمان. أكيد. فأول شيء بداية إذا بدنا نعرف الناس عن الكوليسترول، وبعرف إنه في أكثر من نوع، فخبرينا شو هو. الكوليسترول هو عبارة عن الدهنيات اللي هي موجودة بالدم، ومثل ما قلتي في كذا نوع. في عندنا الكوليسترول المنيح اللي هو الـHDL، وعندنا الكوليسترول المش منيح اللي هو الـLDL. الفرق بيناتهم هو انه الكوليسترول المش منيح هو اللي بياخذ الدهون بالشرايين وبيلزقهم على الشرايين، اما الكوليسترول المنيح اللي هو الـHDL هو بيعمل العكس، يعني بيمشي بالشرايين وبياخذ الدهون اللي مجمعه بالشرايين وبيطلعهم من الجسم. فنحن زمان كنا بس نتطلع على التوتال كوليسترول، يعني كل مجموع الكوليسترول بالدم، وكنا نشوف انه عالي او واطي. هلا عن جديد ما بقى نتطلع بتوتال كوليسترول، صرنا نتطلع بنسبة الكوليسترول المنيح على الكوليسترول المش منيح. يعني هيدي كمان هيك قاعدة خلينا ناخذها، كلنا عندنا كوليسترول بجسمنا، هيدا الشيء اللي يمكن ما بنعرفه ودائما بنخاف، بعدين في اشخاص بيتفاجئوا رولا هن ضعاف وبيعملوا رياضه وخلينا نقول منتبهين لجسمهم ولكن عندهم كوليسترول، يعني ما بعرف ليش كنا نفكر بس الناصحين وعندهم بدانه هن اللي عندهم كوليسترول. صح، الكوليسترول هو مثل ما قلت موجود عند كل العالم، بس ممكن يكون موجود ب نسبه معتدله بالدم، بس تيبلش يطلع عن هيدي النسبه بصير بيأذي، وهذا الشيء مثل ما قلت بصير مش بس عن الاشخاص الناصحين، ممكن يصير كمان عن الاشخاص الضعاف، ومش ضروري يبلش عند الكبار، ممكن يبلش عند الصغار كمان. فمشان هيك نحن لازم نكون كثير منتبهين لهيدا الموضوع. طبعا يعني هون يوم بعد يوم وحلقه بعد حلقه خاصه معك يعني عم نشوف قديش الغذاء بيلعب دور كثير كبير بصحتنا، عم نشوف امراض بتزايد كثيره وباعمار صغيره لانه في سوء تغذيه خلينا نقول. خلينا نشوف هيدي الصوره نحن والمشاهدين هيك بنتعرف اكثر قديش الكوليسترول اذا كان منيح ولا مش منيح شو بيعمل بجسمنا، فخبرينا عن هالصوره. الكوليسترول السيء بس تيعلى بالدم مثل ما قلت لك بيكون عم بيلزق على الشرايين بهيدي الطريقه، فشو بصير مع الوقت اذا نحن الكوليسترول بقى عنا عالي بالدم ونحن ما عم نعالجه، ما عم ناخذ له دواء او ما عم نلتزم بنظام غذائي صحي، بيوصل لمرحله الشرايين بتضيق عنا وبسبب هيدا الشيء امراض قلب، ممكن يسبب ضغط دم، ممكن يسبب لنا كمان امراض بالكلى، ممكن كمان هيدي الدهون تكون عم تتخزن بالكبد عنا، يعني كثير ممكن يسبب مشاكل صحيه بالمستقبل. مشان هيك بنصح يلا حدا شاف الكوليسترول بلش يعلى عن المعدل الطبيعي دغري يبلش بعلاج معين مع الطبيب، مع استشاره الطبيب. اكيد. وبعدين هلا قبل ما نفوت باهميه المحافظه على مستوى خلينا نقول دهنيات صحيه بالدم اللي هو الكوليسترول المنيح، لانه هون كمان رساله لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا حتى لو ما عندهم كوليسترول يقدروا يحافظوا على هالكوليسترول المنيح. ولكن هيك في صوره محضرتين لنا اياها كرمال الخصر، لانه صح. ان كان رجل او امراه ففي قياس معين لازم يكون، خلينا نشوف الصوره سوا. هيدا الشيء كثير مهم، هن الدهون اللي نحن موجودين بمنطقه الخصر عنا هيدا اكثر شيء بتاثر على صحتنا. كيف بنفكر فيها؟ كل ما كان في عنا دهون اكثر بهالمنطقه، كل ما كان في عنا دهون اكثر مخزنه بقلب اعضاء الجسم وبالشرايين، وكل ما خفت كل ما كان في دهون اقل باعضاء الجسم وبالشرايين. يعني هون لكل شخص عم بتابعنا وعنده خلينا نقول دهون بهالمكان ينتبه او يعمل فحص، لانه في برسنتج كثير عالي انه عنده كوليسترول.
كيف بيعرف اذا حدا قادر مثلا او عنده مثلا الشريط اللي بيقدر يقيس الخصر فيه يشوفوا محيط الخصر. للنساء لازم يكون اقل من 80 سنتي وللرجال لازم يكون اقل من 94 سنتي. فهذا الشيء نحن اذا وصلنا له من خلال نظام غذائي صحي ومن خلال المحافظه على وزن صحي بخفف لنا خطر انه يزيد عنا الكوليسترول السيء بالدم. طبعا ومثل ما عم تقولي مش بس كوليسترول سيء انما امراض كثيره وعديده من وراء هذا الموضوع البسيط هي نقدر نحن نعمل حميه غذائيه خلينا نكون تحت الغذاء هلا بامتياز. اهميه المحافظه على الكوليسترول الصحي قديش مهم وشو نصايحك كمان؟ كل ما حافظنا على الكوليسترول الصحي بالدم لقلنا الكوليسترول المنيح كل ما هو حمانا من هيدي الاشياء اللي حكينا عنها يعني حمانا من هيدي الامراض. وكيف في اكلات ممكن تعلينا الكوليسترول السيء في اكلات ممكن تعلينا الكوليسترول المنيح. فنحن بدنا نعمل هيدا الشيء نكون عم نتجه على الاكل اللي بيعلينا الكوليسترول المنيح وحتى الاشياء اللي بنمط حياتنا يعني مثلا الرياضه نحن اذا كنا عم نعمل رياضه بشكل منتظم هيدا بخلي الاش دي ال يعلى بالدم عنا ويصير يحمينا من الأشياء السلبية اللي بتعملها الكوليسترول طبعا السيء. طب لأنه ذكرت موضوع الأكل وهيدي دايما يمكن حصة كتير كبيرة وبعتقد الناس بتحب تسمع أكتر ما أنه نكون بس عم نشرح تعريف بتحب تفوت بتفاصيل لتقدر تعمل حمية غذائية صحيحة ما تحرم حالها ولكن تحاول تتوجه خلينا نقول على المأكولات الصحية اللي بتخفف من الكوليسترول. فخلينا نفوت هيك دغري من الآخر بسلب الموضوع بالضبط. شو الأكل اللي بده يخفف لنا الكوليسترول؟ هلا اكثر شيء انا بنصح فيه واكثر شيء ممكن يكون شيء سهل نحن نعمله بحياتنا هو انه نبدل كل شيء حبوب او مثلا الرز او الخبز نكون عم ناخذهم من الحبوب الكامله اللي هو هذا الشيء بيعطينا كميه الياف اعلى. نحن جسمنا تيقدر يهضم هذه الالياف شو بيعمل؟ بحاجه لشيء اسمه بايل والبايل بيجي من الكوليسترول. فمثل هيدا الفايبرز او الالياف عم بتلزق على الكوليسترول وتطلعه من الجسم. فنحن بس اذا بدل ما ناخذ رز اسمر رز ابيض اخذنا رز اسمر عم نساعد جسمنا يتخلص من الكوليسترول بالجسم. مثلا هون في عندنا صوره شوفان كمان اذا زدنا الشوفان بنظامنا الغذائي الشوفان هو عالي كثير بالالياف اذا اخذناه بالترويقه او استعملناه بالحلويات او يعني استبدلنا بعض الخبز اخذنا خبز الشوفان كمان هولي كلهم بيساعدونا نحن نتخلص من الكوليسترول. وهون كمان بنشوف البرغل يعني في كثير عالم كل ما يعني بتستعمل البرغل بدل الرز باليخنه هذا الشيء كمان كثير منيح لانه البرغل هو من اكثر الحبوب العاليه بالالياف. وفي غير كمان يعني الفريكه الرز الاسمر كل هذه الاشياء اذا نحن كنا عم ناخذها اكثر بساعدنا تنخفف نسبه الكوليسترول. تمام يعني بدي ضل معك انك تقولي لنا قد ما فيكي بعد اشياء ولحتى كمان ننصح المشاهدين شو الاشياء اللي يتجنبوها. فهل بعد في غير مثلا برغل غير الفريكه غير مثلا الشوفان واهميه الشوفان يعني دائما وين ما نروح بالسوبر ماركت نروح اي مكان بتلاقي صار في ثقافه يمكن خلينا نقول الشوفان. انا كثير مبسوطه من هيدا الشيء انه صار العالم بيعرفوا اكثر بالشوفان وصاروا يستعملوه اكثر بنظامهم الغذائي لانه مثل ما قلت لك هو عالي كثير بالالياف. فكل ما اخذنا منه كل ما خففنا نسبه الدهنيات بالدم. ويعني نحن بكل ما رجعنا لاكل القديم يعني مثل ما قلنا البرغل بندوره الفريكه هالاشياء كل ما حافظنا على الكوليسترول اكثر. عم بضحك بتعرفي ليه؟ لانه تحت الهواء كنت عم بقول لك بعدني ما جعت فهلا وقت بلش عم بتقولي بحكي جوعتك حسينا بالجوع. بس بتعرفي المميز والحلو دائما بنفكر انه الاكل الصحي او اذا بدي اعمل حميه غذائيه بدي افكر انه اكل مش طيب. اليوم وقت اسمع منك شو عم بتقولي بعتقد طيبين ونحن بننبسط بحالنا يعني انا من الاشخاص الخبز الشوفان بتحسي ما بقى اتقبل الخبز العادي انه طيب ومفيد يعني فينا على صحه السلامه ناخده حتى لو ما عندنا مشاكل صحيه. هذه هي دائما نحن بنرجع بكل حلقه بنحكي انه اهم شيء الشخص هو يكون مبسوط بالشيء اللي عم يعمله ويكون حاسس انه الاكل اللي عم ياخده هو اكل طيب وهو مبسوط وصحي فيه. يعني لانه هيدي قاعده انه اكل الصحي مش طيب بعتقد ما بقى تغيرنا كثير يمكن لانه قبل كان يروحوا الناس للاكستريم بانه نعمل حميه غذائيه
ونأذي حالنا اكثر ما نفيد حالنا. لا بنتغذى قد ما فينا. شو عم نشوف بهيدي الصوره؟ هلا عم نشوف البقوليات. كل شيء بقول نحن اذا زدناها كمان بنظامنا الغذائي هذا الشيء بيساعدنا تنخفف الكوليسترول. يعني مثل الفاصوليا، البازيلا، المجدره مثلا، الرز بفول. اذا شي نهار تروقنا الصبح فول او بليلة كمان هيدا الشيء كثير منيح. هول البقول هن يعني من اعلى المأكولات بالالياف كمان. وبهمنا كمان نحن نكون عم نخفف اللحوم الحمراء. يعني على القليله مرتين بالاسبوع او ثلاث مرات بالاسبوع نكون عم ناكل اكل نباتي، هيدا بيساعدنا لتخفيف الكوليسترول. يعني رح استمر انا بموضوع انه شو لازم ناكل لنحط خفف كوليسترول، بس كمان هيك اذا بتعطينا نصائح للمشاهدين شو لازم نتجنب لحتى من الاكل. يعني كمان في اشخاص بخبصوا شوي مثل ما بيقولوا. انا عم حاول اكون ايجابيه. بلش لهم بشو فيهم ياكل وينبسطوا بعدين خبرهم شو بدهم يتقبلوا منك مش ايجابي. مثل ما قلت هلا اللحوم الحمراء بنحاول نتجنبها لانه هي اعلى شيء بالدهون المشبعه اللي هي بتعلي لنا الكوليسترول. وهون بالصوره عندنا السمك. يعني بدال اللحوم الحمراء اذا بنتكل اكثر على السمك هذا الشيء مفيد كثير لصحه القلب. خصوصي انه بقلبهم الدهون الاوميجا 3. ودهون الاوميجا 3 هي بتخفف لنا، يعني احنا كل ما كنا عم ناخذ اوميجا 3 اكثر كل ما خف عنا نسبه التريجليسيريد بالدم كمان. فهون بننصح مرتين بالاسبوع نكون عم ناخذ سمك، ندخل سمك بوجباتنا. وبتلاقي في اشخاص كثير عندهم كوليسترول كثير قليل ما يكون عندهم تريجليسيريد. يعني منيح انك ذكرتيها كمان للاشخاص يستفيدوا من نصايحك. كمان شوفينا يعني السمك كثير مهم كاوميجا 3. وفي شيء ثاني بعد التريجليسيريد. التريجليسيريد اكثر شيء بياثر عليه هو السكر. يعني السكر بس يعلى بالدم الاشخاص اللي عندهم سكري بيطلع عندهم التريجليسيريد كمان. واكثر شيء نحن بياثر على التريجليسيريد عندنا هو الفواكه بكثره. نحن بنعرف انه الفواكه هي شيء صحي وبننصح فيه وبنقول للعالم لازم نكون عم ناكل فواكه، بس اذا اخذناها بكميه كبيره السكر اللي بقلب الفواكه اللي هو الفركتوز تاثيره كثير كبير على التريجليسيريد. يعني عم تقولي نقطه كثير مهمه، يعني هون كمان مش بس على الفواكه، على كل شيء حوالينا اللي بيزيد عن حده بينقص. يعني الفواكه كثير مهمه وضروريه ولكن بكميات قليله. لانه ذكرت الفواكه خلينا نعطي هيك نصائح لاي شخص عنده كوليسترول، عنده تريجليسيريد، حتى لو سكري لاي شيء، فينا نعطي هيك نصائح قديش يقدروا ياخذوا. بالنسبه للفواكه انا يعني الشخص الطبيعي فيه ياخذ تقريبا 2-3 حصص من الفواكه بالنهار. وعصير الفواكه ما كثير بنصح فيه لانه هو بيكون مثلا نحن تناكل فواكه وحده، ناكل مثلا ناخذ ليمون بناخذ وحده، تنعمل عصير ليمون يمكن نعصر 3 ليمونات أو 4 ليمونات نعمل كبايه عصير وحده، فنحن شو بنكون عم ناخذ السكر اللي موجود ب 4 ليمونات بشربه واحده. يعني بتنصحي بالاكل الفواكه اكثر من انه عصير الفواكه. طيب ومظبوط انه بيقولوا انه لازم نتجنب البيض لتخفيف الكوليسترول. هيدي اخر دراسات تبينت، وحتى التوصيات اللي طلعت بامريكا بسنه 2015 تبينت انه الكوليسترول بالاكل ما بيأثر كثير على الكوليسترول بالدم. اكثر شيء بيأثر على الكوليسترول بالدم هو الدهون المشبعه. هي الدهون من مصادر حيوانيه، يعني مثل ما قلت لك اللحوم الحمراء اللي بقلبها لية، جلده الدجاج، شو بعد الاكل من برا الفاست فود مثلا بقلبه الدهون هيدي المشبعه، هي اكثر شيء بتاثر على الكوليسترول اكثر من الكوليسترول بالاكل. حسيته يعني هون اكبر دليل قديش في اشخاص بيتجنبوا ياكلوا البيض لانه بيفكروا انه كوليسترول وما لازم وبيروحوا بياكلوا فاست فود. لا كله بيض وما تاكلوا فاست فود. 100%. طيب قديش بالجمعه فينا ناكل بيض؟ هلا اخر توصيه ما بتعطيك ليمت. يعني هالقد منيح وما بنقدر، لانه صفار البيض كمان بقلبه مغذيات كثير، بقلبه نسبه فيتامينات عاليه. فهلا التوصيه مثل ما قلت لك بسنه 2015 طلعت انه للانسان الصحي اللي ما عنده اي امراض ما مضطر انه يعمل ليمت للوجبات وخاصه البيض. خلينا نكمل هيك بالصور لنقدر مثل ما بيقولوا حكي منك وصوره بنفس الوقت هيك لنتحمس للاكل الصحي. خلينا نتابع بالصور ونشوف شو كمان في اشياء مفيده لصحتنا. هون في اشخاص بتقول لك انا ما بحب السمك او انا ما باكل سمك او ما بتثائب
انه عم تقدر تاكل مرتين بالاسبوع سمك، شو بننصحهم؟ بننصحهم يروحوا للبذور اللي هن مثلا مثل بذور الشيا او بذور الكتان، هن عاليين كثير بالاوميجا 3. فاذا ما عم نقدر ناخذ الاوميجا 3 من السمك، خلينا نكون عم نتجه لهيدي البذور، نزيدها على السلطة اللي قلنا، نكون عم نزيدها على الترويقة اللي قلنا، فينا نكون يعني بحيالة طريقة عم نزيدها على نظامنا الغذائي، بتعطينا أوميجا 3 وكمان هي كتير عالية بالألياف. نرجع لموضوع الألياف اللي هو من أهم الأشياء اللي بتخفف لنا الكوليسترول. فشوفي قدي سهلة وقدي سلسة عم بتكون إنه نعمل صحن سلاد عادي ومنحط رشة بذر كتان مثلاً، هالأشياء قدي بتعطي هيك غذاء وبنفس الوقت نكون عم ناكل أشياء صحية بامتياز. هون كمان شو عم نشوف؟ هون هيدا بذر الكتان. اول وحده كانت شيا. اول صوره كانت بذور الشيا، هيدا بذر الكتان. بذر الكتان بعد اعلى من الاوميجا 3 من بذور الشيا. وحتى في كثير وصفات نحن فينا نستعملهم فيها، في عالم بزيدوهم مثلا مع الحليب، بيطحنوا بذر الكتان وبزيدوه مع الحليب الصبح او شيء يعني. دائما بنلاقي طريقه نزيدها لندخلها بحياتنا وبيومياتنا. زيت الزيتون واهميته كثير كبيره بكل حلقه، له حصه كبيره بكل حلقه، لانه عن جد زيت الزيتون من اكثر الزيوت الصحيه اللي نحن فينا نكون عم ناخذها. وانا دائما بنصح يعني بقولوا لي اي زيت فينا استعمل، بنصح بزيت الزيتون ولكن بكميات معتدله اكيد. يعني ما بدنا نقول انه زيت الزيتون صحي يعني، ونحط كميه كثير كبيره، لانه مثل ما بنعرف ملعقه واحده من زيت الزيتون بقلبها 50 وحده حراريه. اذا نحن عم نستعمل كميه كبيره، هذا الشيء حيخلينا نكون عم ناخذ وحدات حراريه كثير عاليه، وحيخلينا يكون عم بزيد وزننا بنفس الوقت. فزيت الزيتون مزبوط صحي، بس بنفس الوقت بدنا نكون عم نحدد الكميه اللي طبعا ناخذها. وللسكر يعني السكر له حصه كثير كبيره بحياه كثير من الاشخاص، بس قديش تاثير السكر او اكل او نتناول اشياء فيها سكر كثير على الكوليسترول؟ السكر هو تاثيره اول شيء كمان على زياده الوزن، انه اذا اخذنا سكر بكثره هذا الشيء بياثر على زياده الوزن، وبياثر على التريجليسيريد، لانه التريجليسيريد هو اصلا كيميكلي يعني اذا بتشوفي كيف شكله كيميائيا، هو بقلبه موليكيول سكر ودهون، يعني بحاجه للسكر تينعمل، كرمال هيك بيعلي. اذا نحن عندنا سكر عالي بالدم بيعلى عندنا التريجليسيريد بنفس الوقت، والسكر بكميه عاليه بخفف الكوليسترول المنيح. فاذا نحن خففنا الكوليسترول المنيح بزيد ضرر الكوليسترول المش منيح بالدم. يعني هون الواحد بده يكون معتدل بكل شيء بهيدي الحياه طبعاً. لكن مثل ما قلنا هون رجعنا لصوره زيت الزيتون للتسكير، انه كثير مهم ومفيد، ولكن كمان بنرجع لموضوع الباعتدال كل شيء حوالينا. للحاله النفسيه دائما بنحكي فيها، وهي يمكن الحاله النفسيه اللي بيمرق فيها اي شخص، ما بتاثر بس على الكوليسترول انما على كل شيء حوالينا. فبس قديش تحديدا اذا عم نحكي كوليسترول، الحاله النفسيه وتاثيرها على صحتنا؟ في دراسات عملت الاشخاص اللي عندهم ستريس عالي بحياتهم، هذا الشيء اثر على نسبه الكوليسترول عندهم، وكان عندهم كوليسترول اعلى بالدم. فكمان يعني مش بس نحن بنحكي بالاكل، حتى الشخص اذا حاسس مثلا انه في كثير ضغط نفسي او حاسس بستريس، بننصحه انه هيك يريح حاله، ياخذ نهار مثلا يخفف من هيدا الستريس، يلاقي حلول للمشاكل اللي عنده اياها، كرمال باخر النهار. يعني اهم شيء بالحياه هو صحه الانسان طبعاً. فهيدي الرياحه حتكون عم تاثر كثير على صحته من كل النواحي، وكمان على الكوليسترول بشكل خاص. الافوكا، الافوكا بننصح فيه كمان، لانه هو من الدهون الصحيه مثل زيت الزيتون. بس بنفس الوقت بننصح بنكون ما عم نتعدى كميه كبيره، كرمال هو عالي بالوحدات طبعا. بس هوليك الاشخاص اللي بفكروا انه ما في ياكل افوكادو ابدا، لا بالعكس فيكم بس باعتدال طبعا. لا نحن بنشجع انه حتى لو شخص عنده كوليسترول لازم يكون عم ياخذ دهون، يعني مش انه نشيل الدهون 100% من حياتنا، ولكن بدنا نشيل الدهون الغير صحيه، ونكون عم نركز على الدهون الصحيه اللي هن مثل زيت الزيتون، الافوكا، البذور مثلا هي كمان تعتبر من الدهون ولكن صحيه، كمان البذورات النيه يعني مثل الجوز واللوز
هول من نعتبرهم من الدهون ولكن دهون صحيه بننصح العالم تكون صح عم تاخذها مفيدين لانه يفوت على جسمنا. لانه قلت هيك بحاله نفسيه الواحد بيكون هون. يمكن في اشخاص بيجوا بيقولوا لك انا باكل كثير منيح وبعمل حميه غذائيه وما بخربط باكلي بس عندهم حاله نفسيه سيئه جدا فبنقول لهم لا السبب لانه حالتكم سيئه. قلت يطلعوا من حالهم شوي يريحوا حالهم الى حد ما قد ما فيهم. الرياضه بعتقد هي وسيله من هالوسائل بس قديش اهميه الرياضه كمان لنقضي على الكوليسترول. الرياضه كثير 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 مهمه بهالموضوع والاشخاص اللي بيعملوا رياضه دائما بس يعملوا الفحص تبع الكوليسترول اول شيء بيقولوا لهم بتلاحظي انه الاتش دي ال دائما بيكون عالي. يعني حتى انا حاحكي من تجربتي انا شيء صار معي لانه نحن بالعائله كثير عندنا مشكله الكوليسترول فكان عندي الكوليسترول السيء شوي على الحافه هذا الشيء مثل وراثه عندي فكنت ما كثير اعمل رياضه زمان بس بلشت اعمل رياضه رجعت عملت الفحص مره ثانيه الاتش دي ال كثير طلع عندي والال دي ال نزل عندي من وراء هذا الموضوع فمثل بيحمي صحه الشرايين اقل شيء انت تكوني هالقد عم بتحافظي على على كل شيء بس شفتي يعني هذا اكبر دليل انه اي شخص فينا معرض شخص. يعني اليوم انت كاخصائيه تغذيه يمكن بيجوا بيسالوك انه انت شو فيك تعملي وليه انه كيف تقضي حياتك لا بشكل كثير مريح وكثير طبيعي ومثل اي شخص ثاني ممكن فحوصات يطلعوا زياده بس ولكن قديش مهم انه روحتيها يعني هون اكبر دليل تصديقا على كلامك انه فينا بالحميه الغذائيه الصح بالاكل الصح بالرياضه بالحركه ونتبع كل الارشادات اللي عم تقوليها نوصل لنتيجه كثير حلوه خصوصا الاشخاص اللي عندهم اياها بالعائله كثير وعندهم اياها وراثه انا كثير بنتبه لهالموضوع لانه موجود عندنا بالعائله كثير يعني هون كمان فكل النقاط اللي حكينا عنها اليوم اذا شخص عم يلتزم فيها عم يعمل رياضه عم ياكل صحي عم ياكل كميه الياف عاليه دهون صحيه عم بخفف من اللحوم الحمراء عم ياكل بيتجنب اشياء كثير ممكن ما يصير ما يوصل لمرحله انه يعلى عنده الكوليسترول يعني الوقايه اهم من اي شيء ثاني هون ايش عم نشوف بهيدي الصوره عم نشوف مشتقات الحليب وللاشخاص اللي عندهم كوليسترول او بدهم يتجنبوا انه يطلع عندهم الكوليسترول بننصح انه يكونوا عم ياخذوا المشتقات الحليب القليله الدسم لانه العالي بالكامله الدسم هي بقلبها الدهون المشبعه اللي بتاثر على الكوليسترول بالدم تمام اليوم في اشخاص كثير عندهم كوليسترول خلينا نكمل بالصور هلا برجع للسؤال هلا بالنسبه للدجاج واللحمه مش انه نلغيهم 100% من نظامنا الغذائي فينا نكون عم ناخذهم ولكن بنحاول نكون عم ناخذهم القليلين بالدهون يعني بدل ما ناخذ الفخذ ناخذ الصدر نقيم الجلده مثلا للدجاج بالنسبه للحمه دائما اذا حيلا شيء شفنا دهون ظاهره او اللي دائما نحاول نقصها قبل الطبخ مش بعد الطبخ نقصها من اللحمه قبل ما نحن نكون عم نحضرها بس اذا بدنا نكون عم نعمل مثل اولويه بالنسبه للشخص اللي هو بده يحافظ على صحه الشرايين وصحه القلب نعطي الاولويه للسمك بعدين للدجاج بعدين للحمه للحمه والخضره هيك اذا كمان مازال عم تنصحينا بهالاشياء للخضار هيك نقدر كمان نغذي حالنا بهيدي الطريقه وبنفس الوقت نكون عم نحافظ على جسم صحي بالشكل والمضمون 100% الخضار كثير كثير مهم نحن نكون عم ناخذها بقلبها فيتامينات بقلبها معادن وكمان تعطينا الياف فنحن بس يكون نظامنا الغذائي عالي بهيدا بالخضار وبالفواكه كمان بس باعتدال صح بخلينا نتجنب ارتفاع الكوليسترول طبعا كنا عم نشوف هيك صوره اذا بتعلق عليها كمان وتخبرينا تفاصيل عنها هون من بعد ما خبرنا العالم شو بيقدروا ياخذوا تيخففوا الكوليسترول رح نخبرهم شو لازم يخففوا فهون اول نقطه لازم نخففها هي اللحوم الحمراء العاليه بالدهون يعني كل شيء نحن بنشوف دهون ظاهره بيضاء نحاول نبتعد عن هول لانه هول اللي بياثروا اكثر شيء على الكوليسترول هول اللي لازم نوقفهم كليا ايه هن هول الدهون المشبعه الظاهره باللحوم او حيلا شيء من مصدر حيواني هن التاثير مباشر على الكوليسترول تمام يعني هون نتجنب كليا اذا ما نقطع يعني خلينا نركز على السمك مثل ما قلتي كدرجه اولى بنرجع للدجاج وبعد الدجاج اخر شيء بتكون اللحمه الحمراء في اشخاص كثير عم بيتابعونا عم يعملوا حميه غذائيه ولكن اكيد ما فيهم يتركوا الدواء بس دائما في اشخاص بيسالوا هل فينا نوقف الدواء كليا
هلا هو فينا نحن اذا عم نتبع نظام غذائي، اذا عم نحافظ على وزن صحي، خففنا الدهون على منطقه البطن، ولكن هيدا الشيء كثير حساس ودائما لازم نكون يعني ما نحن من راسنا نوقف هيدا الدواء، لازم نكون عم نحكي مع طبيب كرمال ما بدنا انه يكون الكوليسترول بعده عالي بالدم ونحن تركينه، لانه كل ما هو عالي بالدم كل ما عم بيلزق هيدي الدهون على الشرايين، فدائما اذا نحن بدنا نوقف نكون عم نعمل هيدا الشيء باستشاره طبيب، بس كل النصائح اللي حكينا فيها اليوم ممكن توصلنا لمرحله نحن ما بحاجه لدواء. طبعا لانه عم ناكل اشياء مغذيه، ولانه اصلا بالفحوصات بعد فتره بتحسي اللي بيمشوا على هالحميه الغذائيه صح وبياكلوا اكل صحي وبنفس الوقت يعملوا رياضه لانه بيكملوا بعضهم، عن جد ممكن تلاقي خلص انه كل الفحوصات صارت تمام. ايه وهو هيدا مثل حل دائم. اما الدواء هو شيء بدنا دائما نكون عم ناخده، دائما نكون عم يعني خلص الدواء بدنا نرجع نجيب، بدنا نرجع، فحل مش دائم، حل بدنا نرجع كل مره نرجع نستعمله. صح. وكمان يعني لكل دواء موجود بهالدنيا في عوارض جانبيه اكيد، فكرمال هيك نحن يعني بننصح انه كل ما خففنا الادويه كل ما خففنا احتياجاتنا للادويه، لانه في اشخاص بيحتاجوا للادويه ما فينا نقول لهم لا ما تاخذوا دواء، فكل ما خففنا نحن احتياجاتنا لهيدي الادويه كل ما حافظنا على صحتنا. بس يمكن كلام حلو بالختام، هي وصلنا للختام، كلام حلو انه الواحد بيقدر بالاكل الصحي بالنظام الغذائي الصح والرياضه ويكون هيك عامل هيدي المحيط الصح يكون هو نظامه بحياته حتى بالاكل، بعتقد بيتجنب ادويه كثير وبيتجنب امور كثيره، وبنرجع بناكد انه اكيد مش من راسه اي شخص عم بتابعنا اليوم يوقف دواء، ولكن طبعاً استشاره حكيم اذا ماشي صح وفحوصاته طلعت صح مش غلط اذا وقف الدواء وخفف شوي عن جسمه. طبعا كلمة أخيرة هيك لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا يكونوا healthy وهابي وهابي مع بعض. بنصح كل الأشخاص يكونوا عم بيركزوا على الأشياء اللي نحن حكيناها وبنقدر نزيدها على النظام الغذائي اللي قلنا، وحتى لو أخذوا شغلة أو شغلتين من الأشياء اللي حكيناهم، لو مثلا زادوا السمك، لو زادوا الأكلات النباتية بالأسبوع، لو اشتروا بذور الشيا أو بذور الكتان وبلشوا يكونوا عم ياخذوهم، هولي خطوات يعني حتى لو ما غيرنا تغيير جذري بس غيرنا شوي هذا الشيء بيساعدنا نحن نصير صحيين اكثر طبعا. هيلثي هابي اس الانستغرام الخاص فيكم رح يطلع على اسفل الشاشه، هيك كل المشاهدين يقدروا يفوتوا على الانستغرام يشوفوا كل اشياء بتحطوها من نصايح من صور هيك بتحس حالك بدك تكوني هيلثي. فانا بدي اشكرك رولا غدار اخصائيه تغذيه ومدربه صحه، بايجابيه دائما بنستقبلك وبنختم معك بايجابيه لكل شخص عم بتابعنا يكون عن جد عنده جسم صحي بامتياز قلبا وقالبا مثل ما بيقولوا طبعاً. فانا بدي اشكرك واهلا وسهلا فيك معنا، شكرا لحضورك. مشاهدينا نحن مكملين بشيء جديد بعد الفاصل، رح اكون مع شيف جول ووصفات شهيه وطيبه، فما تروح لبعيد خليكم معنا.